مش هيدي متغير جديد ميديا في كل مكان. اهلا وسهلا بيكم في لايف جديد. احنا النهارده موجودين عند عم عبد سلام. عبد سلام مدير مدرسه الحياه. عبد سلام شغال بجد يعني خلاص. كانش ليها لازمه تقلب من حاجه لحاجه. دي كانت اصلا المفروض قلب بتاع جوزه يعني. ممكن نقلب الحاجه من حاجه لحاجه ثانيه. هي كانت قلب بتاع جوزه برطمان اتحطوا ناس تشرب عليه معسل وكده يعني. انت بتعمل ايه بقى دلوقتي يا عم عبد السلام؟ هتشوف دلوقتي اكتر. ماشي. عم عبد السلام محضر لنا مفاجأة يا جماعة. ده دبور. بس ده يده من غير الايه؟ من غير من غير الحبل بتاعه. من غير حد وبتاع عشان الطفل بتاع مش حلو. هستأذنك بقى تيجي معانا هنا كده عشان خاطر ايه؟ فاطمة طويلة يعني. أنا هستأذنك بقى تيجي معانا هنا كده دقيقة واحدة. تعالى بقى يا عم عبد السلام. عم عبد السلام بقى كلمنا عن المهنه. اولا بس عايزين نعرف الساده المشاهدين بيك وعرفنا بيك. انا اسمي عبد السلام سلام. شغلتي عبد السلام. انا في المهنه ديت يعني معدي بنص القرن. اللهم صل على النبي. ابتديت المهنه ازاي وتعلمتها ازاي يا عم عبد السلام؟ من والدي ووالدي واخدها من والده يعني من توراثها. ابا عن جدك. الله يزيدك يا رب. الله يزيدك. حتى والد جدي نفسه كان كده. كان برضه خراج. اتعلمتها ازاي يا عم عبد السلام؟ اتعلمتها عشان انا يعني في نفس الوقت هي في الاول كانت فرض عليا بس انا بعد كده لا لقيت في لا لازم دي حياتي. لقيتها هي بقت فعلا حياتي. وادام حياتي لازم بقى هو اي واحد عموما بيحب مهنته اي واحد صرف النظر من افراطه اي واحد بيحب مهنته هو يلاقي نفسه بيبدع فيها غلط من غير ما يحس. يلاقي نفسه عايز يعمل دي عايز يعمل دي عايز يعمل دي. ازاي يا عم عبد السلام؟ انا ببقى شغلانتين في نفس الوقت عايز اعملهم في نفس الوقت مع بعض. مع ان ده كلام يعني ما يحصلش. بس لا الاستعجال وبتاع والحاجات دي لان بيبقى ليا مزاج انا عايز اعملها. حتى لو ما خدتهاش والله العظيم بحط من جيبي فلوس على حاجه انا عايز نفسي اعملها. احكي لنا بقى عن اقدم مبور جاز حضرتك اشتغلت فيه. ده ما ده من كام سنه انا عملته من فتره يعني من 7 8 سنين كده وانا لما شفته يعني عملته خلاص انا انبسطت من شغله. جه واحد خد يعني
هو يعني شبط فيه، هو راجل بعمل له شغل اصلا، ما قدرش اقول له لا في نفس الوقت. طب يا عم بكره اعمل له غير كده، انا بقول لا لا. جات لك تاني باسبوع عايز واحد تاني عشان اخت مراته شبطت فيه وقالت له مش عايز الدكتور ده، حصل كده فعايز يرضيها عشان ما يزعلوش من بعض الشباب. كان كم قطعه بقى ببور الجاز ده؟ هو لما قعد واحد اثنين ثلاثه خمسه ثلاثه ثمان قطع. عايزك تحكي لنا بقى عن قصه الاراجوز. ايه بقى قصه الاراجوز؟ احنا يعني خدناها من فكره الراجل ابو الغيط اللي كان بيمشي زمان حاله ويطبله وبتاع ويشيل بتاعه على مناخيره كده وازاي يثبتها ما تقعش، يعني كان يتهز معاها هو النيل. لما اوريها لك بتتحرك ازاي ولا بتبدا انها تشتغل ازاي؟ يعني في ناس بيفتكروها بمغناطيس وبتاع. عباره عن ايه بقى؟ يعني دي حديد فيها حديد ولا خشب؟ دي خرزان. خرزان. ربنا يديك طول عمرك يا عم. مثلا حاجه زي كده ربنا يديك طول عمرك. مش لازم تكسب فلوس، فكر اكسب فكر، اكسب خبره. مش لازم ان حضرتك تستغل كل قطعه خشب. ما عملتش كميه شكل واحد بزهق منها، بحس ان انا ايه ده؟ انا بقلد شغل، عايز اغير غصب عني. بتعمل حاجات جديده مختلفه. انا بعمل براجع حاجات عملهم بتقول لي عملناها شكل دم الجاز جميل. عاد دلوقتي كده دول اللي عاملينها، لكن عايز دم الجاز عملناها. عرفنا انك تستغل كل قطعة خشب حتى لو صغيرة. حتى لو هي قطعة واحدة. دي حتة حجمها دي صغيرة جدا. لا تجاوز الملبسية يعني. اللي هي فضلة الخشب. اللي هي فضلة. فضلة استغل الحتة دي لدرجة في حاجات أنا بستغلها يمكن لو مشعبة كده تبقى مبسوطة أعمل عليها أي حاجة. مشات عصفورة مش عارف كمان. في ناس كانت أحلامها من مقلمه بستغل فيها برضه حتت قد كده. مقلمه احط فيها قلم وكل حاجه وفي نفس الوقت وصلها طائر وزه بطه عصفوره. شكل زخرف. المهنه فن؟ فن؟ جدا. هي بترجم كلمه خرطه تلاقيها فن، ترجمها كده خرطه فن. ازاي؟ يعني حتى كلمه ارابيسك محدش يعرف، محدش ما يعرفش كلمه ارابيسك دي. اكيد. ارابيسك دي ترجمتها يعني فن عربي. ارابيسك يعني فن عربي. الارب دي ارب على الاحضان. احنا عارفين ان المهنه دي من اخطر المهن اللي موجوده. هي فيها خطوره. قول لي بقى بتتفادى الخطوره ازاي؟ لا انت فجاه ممكن تلاقي خشبه طارت. يعني انا كانت قامت في دماغي ان انا في فازه معينه كده عايز اعملها، بس بتتعمل على كذا مرحله. عملتها وفي استعجالي فيها حتت بتتفرق مستعجالي، يعني عايز اشوف نتيجتها كده لسه طاري ما مشيتش، لكن طعم الخرطه طارت فعلا خبط في وشي وعورتني. حاجه ثانيه خشبه تاني طارت مع المخرطه دي بقى كانت قضاء ربنا مش كان غلطه مني. ربنا طارت في وشي ابتدي 17 جوز بره وجوه وحدوته. جات لك منين فكره البابور الجاز بقى؟ انا لما شفته على عند الراجل معلقه على البوابه، راجل سنتري حتى بص قول يعني اتفرج يعني هو شكله عجبني. قلت ممكن الواحد ينفذ الخشب على اساس هيتحط تحفه كده بس. لان حتى هو لو في بابور جاز حقيقي دلوقتي ما حدش هيولعه، لان في ناس ما تعرفش تولعه اصلا.
طب المدفع رمضان بقى شايفينك عامل مدفع لا ده من رمضان. دماغي ده بقى ما لا شفته عند حد ولا بتاع. اه احكي لنا حكايته. حكايته انا جيت كان في راجل عندي من الله يرحمه راجل دكتور بيتر بس كان مغموس بالخشب شغل الخشب يعني. جيت مره قال اعمل له شويه حاجات كده حاجات صغيره جدا حاجات اعمل لي مندي مش عارف 10 اعمل لي مندي 20 اعمل لي مندي اعمل له حاجات لدرجه لما نرجع للحنطور بتاع زمان كان في فانوس كده جنب العربيه نحط فيه لمبه عملت له الشكل ده. الراجل ده جه معايا راح موريها لي وجمعها طلعت الكريبته بتاعت ملك البريطانيا لدرجه هو عمل لها صندوق ازاز كده سحبه له حطها فيه كانت تحفه. بقيت انا نفسي ببص انا عملت الحاجه دي وانا مش عارف بعمل ايه بس الراجل ده لما جيت رحت حته المدفع دي راحت جت ضربه في دماغي رحت عامله هو جه شافه راح واخده قال لي مش هسيبه. هو كان عامل له حاجات زي كاسات كده كبيره متفرجه من جوه وبتاع متفرجه كتيره كان غاوي غاوي الراجل ده الله يرحمه. محمد عبد السلام ربنا يديك الصحه قول لي استعداداتك في رمضان بتبقى عامله ازاي؟ استعداداتك لرمضان ومش رمضان بيبقى عامل ازاي؟ استعداداتي عاديه بس هي بتختلف بس في توقيت الوقت العمل يعني مثلا ممكن انزل البيت افتح البيت خد بقى لحد المغرب افطر وانزل اشتغل لحد السحور اصلي الفجر وانا الله يديك الصحة رب عم عبد السلام. يا جماعة زي ما انتم شايفين عم عبد السلام يعني فنان. الموضوع بالنسبة له مش صنعة، الموضوع بالنسبة له فن وهواية. عمل طابور الجهاز، عمل المدفع، عمل الطابور دي أول حاجة كانت تعملها. كمان العروسة دي مفكر إن هو يعملها ابتكارها من دماغه بحيث إن هي تبقى زينة وديكور. عم عبد السلام ابن المهنة، عم عبد السلام بحب مهنته جدا. عم عبد السلام خراط خشب ودي أغلى حاجة يعني مهنة صعبة جدا ومهنة شاقة جدا. ده كان اللايف بتاعنا النهاردة. انتظرونا في لايفات جديدة. دمتم في رعاية الله. يا ريتني بقى نجددها.